أردنا التحدث على قانون الأحوال الشخصية، فهو أصلح للمجتمع بدل من خراب المجتمع، ولدينا أدلة وشواهد كثيرة. نعم هنالك ثغرات في هذا القانون الحالي النافذ، قانون الأحوال الشخصية سنة 1959، هو باقي بالنهاية، لا وباقي ولا تعد ولا تحصى. وأجزم لك سيكون هنالك ثلاث قوانين، جعفري وحنفي والقانون الحالي. نعم. أغلب العراقيين الذين عارضوا جعفر والحنفي سيعدلون على القانون طبعاً. الجديد، لأن كثير فيه من الإيجابيات سواء للمرأة وإلى الرجل، خاصة المرأة، حدث توازن فيما بينهم، بدل من أن تكون هنالك كفة عليا هنالك نعم. توازن ممتاز. يعني اليوم العائلة تنظر ليس مصلحة أنه عنده بنت، ولكن ينظر عند مصلحة ابن الأب، اليوم أبنائه من ذكور وإناث ينظر إلى مصلحتهم، فيحتاج إلى قانون يجد توازن ما بين المرأة والرجل. يعني هنالك من قال أن الزواج بتسع سنوات وهي كذبة حقيقة، الآن صار اتفاق على أنه تحديد سن الزواج، تحديد سن الزواج ب14 و15 و16 والزواج قبول وإيجاب مو شرط وليس إجبارا، جزء بالعشرين ما تصير رشيدة، موافقة القاضي وموافقة ولي الأمر. فتسع سنوات هذا الأمر ما موجود. مسألة الإرث أيضا هم كذب، هم كذبة أنه الزوجة، ما قالوا الزوجة ما ترث، قالوا البنت ما ترث أصلا، وهذا طبعا يفزع العوائل. بالعكس الزوجة ترث، ترث من كل الحصص باستثناء ما مشيد على الأرض، ما مشيد يعني تأخذ قيمة البناء بدل من قيمة الأرض، وهذا إلى سبب. طبعا شنو سببه؟ أنه إذا توفى الزوج ومن حق الزوجة أن تتزوج وله أولاد حتى لا ينازع، ومن حق زوجها أن يهب لها كل شيء طبعًا قبل أن يتوفى، أن لا ينازع الزوج الجديد أبناء أبنائها اليتامى على السكن المستقرين فيه. أحسنت. وهذه الحالة طبعا متواجدة، أنه عائل أبي يتوفى وزوجته تروح تتزوج وهذا حقها الشرعي، يأتي زوجها وينازعها على العقار، وبالتالي الأولاد خسروا الأب توفاه الله وخسروا العقار وخسروا الأم لأنها ذهبت مع الزوج ونازعتهم على هذا العقار، وبالتالي هذه مشكلة اجتماعية ستعالج.